الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم ومن حرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا يا الله ذنوبنا بفضلك وجودك الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واغفر لنا يا الله ذنوبنا بفضلك وجودك الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه لنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولادي وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا سيما الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان علي كرم الله وجهه خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا وقربائنا ولمن له حق علينا وأمواتنا وأموات المسلمين عامة بكافة خصوصا لسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا خصوصا إلى سيدنا الشيخ أحمد بن سعد الحاكي رضي الله عنه وخصوصا إلى الشيخ أحمد بن سعد الحاكي رضي الله عنه وخصوصا خصوصا إلى سيدنا الصغار وخصوصا إلى المرحوم حجي أحمد رفعان وخصوصا إلى المرحوم حجي حجة مسلوح أمامهم وخصوصا إلى المرحوم حجي أجمعين وحرمه حجة مؤلفة ومرحوم حجي أسلمي وهم حجة أمامة ومرحوم لطفي الحق وهم سراج الدين ومرحوم هدالك رفدا إلى جميع سيدات القدس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكرم نزولهم وسلطانهم ببركة ملك سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. اغفر لهم درجات ارفع عنهم درجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة وعن الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لها ولهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اصلح لنا أمة محمد. اللهم ارحم على أمة محمد. اللهم فرج على أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كرام الفاتحة.